عارفة هي صح ولا لأ، احنا كمان مش عارفين هي هتكون صح ولا لأ، ده اللي محتاجين نتناقش فيه. عملت ايه؟ خدت من تليفون جوزها ساعة ما اكتشفت الموضوع والخيانة، خدت تليفون زوج الست دي لانها ست متجوزة. عايزة اقول لكم حاجة كمان، الست دي مش بس متجوزة، الست دي جدة. ايوة جدة، جدة البيبي صغير، وكمان زوجة، واكبر من مراته اللي هي اكتشفت الخيانة، اكبر منها بحوالي 13 او 14 سنة. تخيلوا، يعني هي اكبر من مراته واكبر منه هو بسنة، لان يا حضرات الزوج اكبر من الزوجة بحوالي 12 سنة فرق بينهم في العمر. يعني يا ريتها بنت صغيرة اغرته بسنها الصغير عن زوجته، او مثلا حلوة. للأسف دي واحدة كبيرة، هي من سنه هو، انما اكبر من زوجته من سنه هو، واحدة كبيرة مش على قدر من الجمال. يعني حاجة غريبة جدا، مش عارفة ايه وجه الاغراء اللي خلاه يبص لواحدة زي دي وهي مراته اصغر منها واحلى منها بشهادة الشهود والناس كلها اللي عرفوا. ما هو الموضوع كبر. يلا بينا نشوف بقية الاحداث وازاي الموضوع كبر بالشكل ده. اتصل بمامتها وقالت لها عن كل ده. قالت لها يا ماما الحقيني، انا شفت في التليفون، شفته بيخوني في التليفون مع سامية زميلته في الشغل. تخيلي تخيلي يا ماما، بيخوني انا مع واحدة اكبر مني، مع واحدة اوحش مني، يا ريتها احلى مني ولا اصغر مني. انا مستغرب انا مستغرب، وكمان صور ده فيديو. انا مش عارفة، هو اللي بيغلط بيصور نفسه وهو بيغلط، هو اللي بيعصي ربنا بيصور نفسه وهو بيعصي ربنا. انا مش مصدقة، شوفي لي حل شوفي لي حل، انا مش عارفة اتصرف، انا مخي اتشل عن التفكير، اعصابي تعبت، اعمل ايه واتصرف ازاي؟ انا لازم افكر، لازم افكر بطريقة تنصرني على الناس دي، تخليني اعرف اخد حقي. انا لازم اخد حقي، لازم اخد حقي. اتصلت ايمان بمين؟ بزوج الست دي، والموضوع كبر قوي. قالت له، قالت له انا شفت مراتك في فيديو مع جوزي بيخونونا، مراتك بتخونك وجوزي خني. قال لها انت مين؟ قالت له مش مهم تعرف انت مين، انا مرات الشخص اللي بتخونك، مراتك معاه، انا مراته. طبعا هو قالت له على اسم الشخص، بس احنا ما نقدرش نقول اسمه لان زي ما قلنا القصة واقعية. قالت له على اسمه وهو عرفه، قال لها اخس عليه، ده بني ادم واطي، ده كان صاحبي. صاحبك للأسف، صاحبك خانك وخاني. الزوجة حكت لأخوها واخواتها كلهم، وعايزة تعرف ايه رأيهم. ايه رأيكم؟ اخوها رد وقال اصحي وفوقي، انت عايزة تخربي بيتك ولا ايه؟ خليه يشيل شيلته. يعني ايه؟ يعني ايه يشيل شيلته؟ يعني انا اعيش معاه تاني؟ اعيش معاه واتحرق؟ ايوة تعيشي معاه، خليه يشيل مسؤولية ولاده، يصرف عليهم. لو اتطلقتي ومشيتي من البيت يا خايبة، هياخد هو الشقة وهيعمل ايه؟ وهتعملي ايه؟ وهتصرفي ازاي انت كمان بولادك؟ وابنك لسه محتاج مصاريف ياما، لسه هيدخل جامعة ولسه قدامه مستقبل، وكمان عيالك، عيالك دول مين هيصرف عليهم؟ كل واحد ظروفه مكفياه. انا بقولك الحقيقة، خليه يطلع عينه في تربيتهم. اوعي تغلطي الغلطة دي، اوعي تسيبي، اوعي تسيبي بيتك. سمع ولا لا؟ ده رأيي، وانت سألتيني عن رأيي، وانا مش هقولك رأيي تاني غيره. انت حرة بقى، شوفي هتعيشي فين وتصرفي منين وازاي وبكام. وده كان رأي اخواتها وامها وكل اللي يعرفوها. للأسف قعدوها بالعافية، قعدوها وهي لا حول ليها ولا قوة، مش قادرة تعمل، مش قادرة تتصرف، مش قادرة تفكر، لا حول ليها ولا قوة. هتعيش فين؟ هتعيش عند اخواتها؟ اديكوا سمعتوا رأي اخوها، خليه يشيل شيلته. طب وبعدين؟ مضطرة تعيش، مضطرة تواصل
مضطرة تكون في بيت الإنسان ده، مضطرة تتحرق، مش مشكلة، بس عشان إيه؟ ده كله عشان ظروفها، تتحرق هي. ياه قد إيه الدنيا قاسية قوي، الدنيا قاسية على الست دي قوي قوي. هي مش عارفة تعمل إيه، تمثل إنها سعيدة، تمثل إنها زوجة. تعالوا نشوف بقية الأحداث والزوج اتصرف إزاي معاها. أبوس إيدك، ربنا يخليك، اوعي اوعي تخربي بيتنا، ما تخربيش بيتنا، خليكي في البيت علشان العيال، ما تخربيش الدنيا. انت عارفة ان انا بحبك، والله العظيم بحبك. انا مش عارف، غلطة الشاطر بألف، صدقيني غلطة الشاطر بألف، انا غلطت، انا بحبك. الست دي مش عارف اقولك ايه، انا بصراحة مش عارف اقولك ايه. كنت محتاج ايه عشان تعمل كده؟ كنت محتاج ايه علشان تخوني بالشكل البشع ده؟ كنت بتصور ليه؟ عشان توريني وتحرق دمي؟ عشان تفرجني على اللي مفيش واحدة تحلم انها تتفرج عليه؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ليه عملت فيا كده؟ ليه حرقت دمي الحرقة دي؟ ليه كده؟ انا مش هسامحك، عمري ما هسامحك، والله العظيم عمري ما هسامحك، والله العظيم كمان مرة عمري ما هسامحك. انا عمري ما هسامحك على اللي عملته في حقي، وعلى اللي غلطته في حقي وفي كرامتي. منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بس هي مضطرة تعيش، مضطرة تعمل نفسها تغاضت عن كل ده، او مش مهتمة. بس الحياة بقت جحيم، بجد بقت جحيم، وكل اللي حواليها كان رأيهم غلط، بس هي كانت مشكلتها تعيش فيه. كان رأيهم غلط، لازم تعيشي، لازم تقعدي في بيتك، لازم تحافظي على بيتك، اتحرقي بجزنتي وحافظي على بيتك. وفعلا اديها حافظت على بيتها وقعدت، بس النتيجة ايه؟ اعصابها تعبت وبقت حزينة. خلاص الزوجة دي، الست دي عمرها ما هتفرح بعد كده، خصمت الفرحة. بتضحك بتتكلم، بس جواها ايه؟ جواها عذاب وكره وحقد للانسان ده، اصبحت بتكرهه جدا جدا. مين بيتكلم؟ الو. ونكمل الاحداث ونقول بعد ما الزوجة اتناقشت مناقشة طويلة جدا مع جوزها، ايه اللي حصل؟ فجأة ولقيته اتفق مع الست دي، جايز اتفق، انا بقول كده. هي اتفاجئت ان لقت الست دي كلمتها اللي كانت مع جوزها في الفيديو الخاينة، اتصلت بيها في التليفون، وطبعا هي استغربت قوي، لانه قبلها بيوم جه قال لها هي هتتصل بيكي بكرة، معلش عشان خاطري اسمعيها، علشان خاطري انا اسمعيها، ان كان لسه ليا فاضل خاطر عندك. ده الزوج قال لزوجته الخاينة هتتصل بيها، طب هتقول ايه؟ وفعلا اتصلت بالتليفون، والزوجة ردت عليها وقالت الو انا سامية. اسمعيني بس، بلاش تقفلي التليفون، اسمعي انا عايزة اقولك ايه، عايزة احكيلك، انا عايزة اقولك انا مش وحشة، والله العظيم انا مش وحشة، انا ست محترمة. محترمة؟ ما هو باين قوي انك محترمة. الله، ازيك يا محترمة. وطبعا استني بس اسمعيني، ارجوك اسمعيني، مش هتخسري حاجة لما تسمعيني. اتكلمي، عايزة تقولي ايه؟ انا من سيرتك كنت بحترمك، كنت بقول عليك ست كبيرة، منك لله منك لله. انا كان ممكن اروح بيتك وافضحك، بس انا برضو ست عندي دين وعندي اصل، مرضتش افضحك. انت اذيتيني وانا ما اذيتكيش، انا برضو لغايه دلوقتي محافظه عليكي وعلى كرامتك. انا لو كنت عاوزه اذيكي، خلي بالك انا كنت جيت بيتك وتحت بيتك وفي الحته كلها، وكنت فرجتهم على الفيديو، وكنت فرجتهم على المكالمات الصعبه قوي اللي انا سمعتها بينك انت وجوزي. منك لله، ويا ريتك بنت صغيره.
ده انت ست كبيرة، انا مستغربة انت بتعملي كده ليه؟ ده انت جدة، ده انت اكبر مني بكتير. صدقيني انا ست محترمة يا ست. انا اسفة، انا عمري ما غلطت في حقك والله العظيم، ولا جيت عليكي، ربنا يعلم. انا اسفة، انا اسفة جدا. صدقيني انا بجد بتأسف لك، حقك على راسي، حقك على راسي. ولو عايزاني اجي ابوس راسك انا مستعدية ابوس راسك والله، مستعدية اقدم لك الطردية اللي انت تحبيها، بس اوعي تخربي بيتك عشان خاطري. والله العظيم ما حصل حاجة اكتر من اللي انت شفتيه، والله ما حصل حاجة بينا. صدقيني اوعي تخربي بيتك عشان خاطري يا حبيبتي، ما تخربيش بيتك، ما يبقاش بسببي، انا ضميري بيأنبني، انا اسفة جدا. وكل واحد قال رأيه وخلاص، والمكالمة التليفونية تمت بين الست الخاينة وبين الزوجة، والموضوع يعني تقريبا في نظر الناس كلها هدي، وهي في صراع في حياتها، لأن هي اللي عايشة الأحداث. يا ترى تسامحه، ولا يعني هتعيش تعيسة وصراع جواها، هي مش عارفة تقول ايه ولا تعمل ايه، ملخبطة كده، حاجة ملخبطة على بعضيها. تعيش زوجة، طب الزوجة دي هل هتكون سعيدة ولا هتكون تعيسة؟ وتعيش ازاي؟ هل تسامحه ولا تعيش يعني مخبية في قلبها حقد وكره وغباء من ناحيته وكل حاجة، كل حاجة. تخيلوا انتوا اللي هي شافته وسمعته، كلام ما يتقلش. يا ترى الست دي هتعيش بعد كده عيشة سوية، يعني عيشة عادية كده، يعني خلاص هتنسى كل حاجة؟ مش ممكن تنسى. انا رأيي مفيش زوجة هتنسى الخيانة وبالطريقة دي، يكون مصور نفسه فيديو، يا ريت كمان حتى حد بعته لها كايدي او حد بصوره كده على سهو. لا ده هو اللي مصور نفسه، هو اللي مصور نفسه هو وهي. يا ترى ايه سبب التصوير؟ هو ده اللغز اللي في القصة. يا ترى ايه سبب التصوير؟ ام الزوجة قالت لها انا شايفة ان هو كان بيبتزها عشان ياخد منها فلوس. شوف وصل لدرجة ايه، شوف هز صورته في عيون الناس لدرجة ايه، بعد مراته كانت مخلية كل الناس تحترمه وكانت هي بتحترمه ازاي، شفته سقط من نظر الناس ازاي، وصل لدرجة ان هو ممكن ياخد فلوس من واحدة ست ويعمل معاها كده. هل هو فعلا صورها وعمل معاها كده علشان يبتزها او يهددها وياخد منها فلوس؟ هو ده لغز المشكلة. هي لغاية دلوقتي الزوجة مش عارفة ليه صور الست دي، ليه عمل فيديو للخيانة، ليه عمل فيديو كان ممكن من الاحتمالات الكبيرة قوي ان زوجته تشوفه. وده فعلا اللي حصل، ان هي شافت الفيديو، يعني لحد سمعها علشان تقول ده انا شكة، لحد حكالها، ولا حد كان عايز يخرب بيتها، ده هي شايفة بعينيها وسمع بودنها. ياه ده شيء صعب قوي. طيب ليه عمل كده، ليه صور؟ ده اول لغز في القصة. تاني حاجة، هل هو بقى يا ترى اخلاقه اتصلحت بعد ما عاشت معاه الزوجة وهي مضطرة تعيش عشان ظروف المعيشة وعشان المكان اللي مش لاقيه تعيش فيه؟ هل هو اتصلح؟ هنعرف اتصلح ولا لا؟ انت يا هانم، انت فين؟ فين الهدوم المكوية؟ وفين الحاجة؟ انت قاعدة سرحانالي كده ليه؟ انت سرحانة على ايه؟ فوقي كده لنفسك. وهو ده يا حضرات، هو ده الزوج اللي الزوجة قعدت معاه غصب عنها ومتظاهرة انها سامحته. هو ده رجع تاني باخلاقه الوحشة، رجع تاني بشخطه ونطره، رجع تاني باجذر الالفاظ اللي بيتكلم بيها. هو ده الزوج، هو ده اللي الكل قال عيشي معاه، ده بيحبك، ده سامحيه، ده هيتغير. هو ده اللي وعدها انه يتغير، هو بعضمة لسانه قال لها انا هتغير، سامحيني، انا اسف. كل ده راح، كل ده راح ومش هيرجع تاني. عارفين ليه؟ لانها قعدت معاه، قعدت معاه عشان الكل قال لها بلاش تتطلقي. على فكرة ساعات الطلاق بيكون حل لحاجات كتير قوي، بيكون حل الازمات جامدة قوي، بيكون هو الحل الوحيد. الطلاق مش حاجة وحشة،
الطلاق حاجة كويسة في بعض الحالات. رجعت ريما لعادتها القديمة زي ما بيقولوا، بقى بالذمة مش في الحالة دي كان المفروض ان انا اتطلق. مش عارفة مش عارفة، قولولي انتوا الحل، قولولي اعمل ايه. ها اعمل ايه؟ اديني عشت وسمعت الكلام، عشت في جحيم، عشت عيشة يا رب ما يكتبها عليكم ولا يكتبها على حد ولا يكتبها لولاد حد. انا عشت في جحيم بجد، انا خلاص انا مش عارفة اتصرف ازاي لغاية ما جالي المرض وعيت. وزعلت قوي على نفسي، انا بجد زعلانة على نفسي قوي، مش عارفة انا عملت ايه علشان استاهل عليه كل اللي بيجرالي ده. وعلى اي حال الحمد لله، الحمد لله عشان بصيتي في عين اولادي بالدنيا وما فيها. الحمد لله ان ولادي حواليا، اما ببص في وشهم بيهون عليا هم الدنيا. ودلوقتي انا عاوزه رايكم في مشكلتي، اتطلق ولا اكمل السيناريو ده؟ طب لو اتطلقت اروح فين واعيش ازاي وظروف المعيشه الصعبه، وانا ولا ليا شغله ولا ليا اي مورد رزق؟ اصرف على ولادي منين واعيش ازاي؟ لو اتطلقت هعيش عند مين؟ مين هيستحملني؟ وطبعا مش هاخد ولادي، هسيبهم له، لاني هعمل بيهم ايه؟ ولا هتصرف ازاي؟ ولا هراعيهم ازاي؟ مش عارفة مش عارفة اتصرف ازاي. طب لو ما اتطلقتش اعيش العيشة دي؟ اعيش ازاي؟ اعيش مع انسان عايزة اقول لكم قذر جدا، انا بجد بوصفه بالقذارة، مش قادرة اوصفه باكتر من كده، لانه بجد نزل من نظري قوي، نزل من نظري بعد كل الاحترام اللي كنت بحمله له. انا مش عارفة اتصرف ازاي، انا عايزة رأيكم بجد، قولولي رأيكم.